أخبار اليوم. أعزائي الطلبة والطالبات، ننتقل الآن إلى أسئلة النصوص، ونبدأ بالسؤال الإجباري وهو عادة يأتي من نصوص النثر. والنص الذي معنا الآن هو نص الصغيران للرافعي. تقول الفقرة: في تلك الساعة كانت الأرض قد عريت إلا من أواخر الناس وطوارق الليل وبقية من يقظة النهار تحبو في الطريق ذاهبة إلى مضاجعها، فبينما أمد عيني وأديرهما في مفتتح الطريق ومنقطعه، إذ انتفضت انتفاضة الظهر ووسبت رجة القلب بجسمي كله كما تسب اللسعة بملسوعها، ذلك حين أبصرت الطفلين. السؤال الأول أعزائي الطلبة والطالبات عادة ما يكون في اللغويات، وهو على النحو التالي في سؤال النثر: في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها، هات معنى اللسعة. بالطبع هنا اللسعة معناها اللدغة. مضاد عريت، عريت أي خلت، فالمضاد امتلأت. مفرد طوارق، مفرد طوارق يأتي طارق أو طارقة، جمع بقية بقايا. سؤال آخر يقول: تشير الفقرة إلى حال الأرض وكذلك ما أصاب الكاتب من فزع وسببه، عبر عن ذلك بأسلوبك. هذا السؤال يختص بشرح الفقرة، وكما ذكرنا نكرر بأن مثل هذه الأسئلة من الممكن أن يجيب عنها الطالب أسلوبه ويحصل على درجة كاملة. وتكون الإجابة مثلا على النحو التالي: في هذا الوقت المتأخر من الليل كانت الأرض خالية إلا من عدد قليل من السائرين المتعبين الذاهبين إلى مضاجعهم، أي أماكن نومهم، وكنت أقلب عيني في بداية الطريق ونهايته، وفجأة ارتعشت مصدوما كأنما قد لدغني عقرب، ذلك حين وقعت عيني على الصغيرين التائهين. سؤال خاص بالتصوير يقول: وضح الخيال في قول الكاتب انتفضت انتفاضة الظهر وبين قيمته. أعزائي الطلبة والطالبات، السؤال مكون من جزئيتين: توضيح الخيال ثم بيان القيمة الفنية له. نبدأ أولا بتوضيح الخيال. انتفضت انتفاضة الظهر هذا تشبيه صور فيه الكاتب انتفاضته بانتفاضة الخائف. أما عن قيمته الفنية فهو يوحي بشدة الانفعال وسيطرة الفزع على الكاتب. سؤال آخر: ما مجالات أدب الرافعي؟ وما الذي يمثله هذا النص من هذه الاتجاهات؟ أعزائي الطلبة والطالبات، كما قلنا في نص نظرة أن التعليق على النص مهم جدا وللغاية. نقول أيضا في نص الصغيران: إن مجالات أدب الرافعي من الأسئلة المهمة، وسمات أسلوب الرافعي من الأسئلة المهمة، والاتجاه الذي يمثله النص هو اتجاه المحافظين وكل ما يتعلق به من الأسئلة التي تتكرر وتأتي بصورة ملحة للامتحانات، هذا بالإضافة إلى القطعة الخاصة بالحفظ. نأتي إلى سؤالنا الذي تحدثنا عنه منذ قليل: مجالات أدب الرافعي، وهي تتمثل في ثلاث مجالات، هي الدين والدفاع عن القرآن ورسالة الإسلام العقدية والاجتماعية، أيضا اللغة العربية والدفاع عنها، وعن الأدب العربي ضد موجات التغريب التي اشتدت هجماتها في عصره. أخيرا من أهم هذه المجالات تجاربه الذاتية وتأملاته العاطفية والوجدانية، ويمثل هذا النص هذا الاتجاه الأخير. أعزائي الطلبة والطالبات، فرح الطفلان برؤية أمهما التي أقبلت عليهما تقبلهما والتصق بها وأصبحوا كالشيء الواحد،
اكتب مما تحفظ من النص ما يدل على هذا المعنى. بالطبع الجميع يحفظ هذه الجزئية، وهي: وهل الطفلان لما أبصر أمهما ونفض أيديهما نفض الأجنحة ثم أكبت هي عليهما بجسمها ومدامعها وقبلاتها والتحم بها التحام الجزء بكله. أعزائي الطلبة والطالبات، نتعرض الآن إلى سؤال من أسئلة النصوص الشعرية، وهو خاص بنص غرب وحنين إلى الوطن للشاعر أحمد شوقي، وتقول بعض أبياته: أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب ركسي، نفسي برجل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وارسي. السؤال الأول ويختص باللغويات، يقول: في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها، بعض الطلاب يرى أن الكلمة معاني متعددة فيتخير الأسهل أو ما صح الأسرع إلى ذهنه. لا، ينبغي أن يقيس مختار على المعنى الموجود في الأبيات أمامه. في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي: معنى أحق، أفضل، أولى، أروع، أحسن. نعم أعزائي الطلبة والطالبات، معنى أحق، أولى، مضاد خبيث، طاهر، شريف، صالح، تقي. نعم، خبيث هنا المضاد صالح. جمع شراع مشروعات، أشراع شرائع، أشرعة. نعم، جمع شراع أشرعة. سؤال آخر، تصور الأبيات استنكار الشاعر ابتعادي عن الوطن مع تمنيه العودة إليه، عبر عن ذلك بأسلوبك. هذا سؤال يختص بشرح الأبيات، وكما قلنا للطالب أن يجيب بأسلوبه بشرط أن يعبر عن المعنى المقصود. مثلا قد تكون الإجابة على النحو التالي، كما هو مدون أمامكم الآن في نموذج الإجابة بصحيفة أخبار اليوم. تقول الإجابة: يتعجب الشاعر كيف تحرم الأوطان على أبنائها وتحل لغيرهم، كما يباح الضح والشجر للطيور من كل نوع ويحرم على بلابله التي تعيش فيه، ويصل بذلك إلى حكمة مفادها أن أهل الدار أحق بها وكل وطن أحق بأهله، ولا يقول بغير ذلك إلا أصحاب الآراء الفاسدة الخبيثة. ولهذا فإنه يجعل من طاقة أنفاسه وقودا، كما يتخذ من قلبه المضطرب بمشاعره شراعا لهذه السفينة، ويتخذ من دموعه بحرا تسبح فيه سفينته كي تمضي به إلى مصر. أعزائي الطلبة والطالبات، قد يأتي السؤال على النحو التالي: ما دلالة كل من كلمتي دار والمذاهب في موضعيهما؟ كلمة دار، عندما قال الشاعر كل دار أحق بالأهل، كلمة دار هنا أعزائي الطلبة والطالبات هي نكرة للدلالة على الشمول والعموم. إذا جئنا إلى كلمة المذاهب، هذه الكلمة جاءت جمعا للدلالة على الكسرة، كسرة أي شيء، إنها تعني كسرة الاستعمار وكسرة ما يسببه من مشاعر حزينة، وكلها واحدة مهما تعددت أشكالها. واضح الخيال في قوله بلابله، وبين قيمته الفنية. أذكركم المطلوب توضيح الخيال ثم بيان قيمته الفنية. الخيال في كلمة بلابله استعارة تصريحية، حيث شبه الشاعر المصريين بالبلابل وحذف المشبه وصرح بالمشبه به.
هذا على سبيل الاستعارة التصريحية. أما عن قيمته الفنية فأنها تدل على السعادة عند التمتع بالحرية. أعزائي الطلبة والطالبات، البعض لا يهتم بحفظ النصوص المقرر حفظها، وهذا أمر قد يعرضه للخطر، لأن الممتحن قد يأتي طالبا تسميع بعض الأبيات من خلال الأسئلة. مثال السؤال التالي يقول: الشاعر لم ينس مصر ولم يبرأ من جراحه الناتجة عن نفسه بعيدا عنها، اكتب مما تحفظ من النص ما يدل على هذا المعنى. يقول البيت الشعري: وسل مصر، هل سل القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي؟ ننتقل إلى سؤال آخر. أعزائي الطلبة والطالبات، نتعرض الآن إلى نص آخر من النصوص الشعرية، وهو نص كم تشتكي للشاعر إلي أبي ماضي. تقول الأبيات التي معنا: النور يبني في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة وحينا يهدم، فكأنه الفنان يعرض عابسا آياته قدام من يتعلم، وكأنه لصفائه وسنائه بحر تعوم به الطيور الحوام. أعزائي الطلبة والطالبات، هيا بنا نتعاون لقراءة الأسئلة، ونبدأها بسؤال اللغويات. يقول السؤال: في ضوء فهمك معاني الكلمات في سياقها، تخير الإجابة أو تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي. معنى آياته، آياته هنا معناها أهدافه، منجزاته، علاماته، آماله. نعم أعزائي الطلبة والطالبات، معنى آياته منجزاته. مضاد تعوم، تطير، تهلك، تغرق، تسكن. نعم مضاد تعوم، تغرق. مفرد الحوم: الحامي، الحامية، الحمية، الحائمة. نعم مفرد الحوم: الحائمة. ننتقل إلى سؤال آخر، هو سؤال خاص بالشرح. يقول السؤال: تصور الأبيات كثرة مظاهر الجمال في الكون، عبر عن ذلك بأسلوبك. الإجابة قد تكون على نحو التالي، المشار إليه في نموذج الإجابة الموجود أمامكم الآن بصحيفة أخبار اليوم. تقول الإجابة: النور يرسم في مرتفعات الأرض ومنخفضاتها أشكالا رائعة الجمال، كأنها البيوت المزينة، حتى يبدو كالرسام الذي يعرض لوحاته البديعة أمام الناس ليمتعهم بالجمال والفن، أو لكأنه البحر الذي تسبح فيه الطيور مشكلة لوحة جميلة من لوحات الطبيعة الساحرة. أعزائي الطلبة والطالبات، ما دلالة كل من الذرة ويعرض في موضعيهما؟ كلمة الذرة كانت عندما قال الشاعر: النور يبني في السفوح وفي الذرة. كلمة الذرة هنا تدل على كثرة وتنوع النعم. كلمة يعرض في قول الشاعر: كأنه الفنان يعرض عابسا. نعم هذه الكلمة فعل مضارع جاء للدلالة على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. السؤال رقم دال يذكرنا بضرورة حفظ النصوص المقرر حفظها، فهو يقول: يرى المتشائم الحقيقة واضحة فلا يعترف بها ويتركها مستسلما للوساوس والأوام. اكتب مما تحفظ من النص ما يدل على هذا المعنى. هذا المعنى يدل عليه البيت الذي يقول:
وترى الحقيقة هيكلا متجسدا فتعافها لوساوس تتوهم. إلى هنا أعزائي الطلبة والطالبات ينتهي شرح النصوص.